الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية بتقدم السنة دي إنتاج درامي متنوع بيقدم تسلية ومعرفة ومتعة وكمان وعي بالقضايا المهمة. يمكن السنة دي ناس كتير منتظرة تتابع مسلسل مليحة اللي بيقوم ببطولته الفنان دياب والفنانة الفلسطينية سيرين خاس. الحقيقة أنه هذا العمل كمان بيناقش ارتباط الفلسطينيين بأرضهم وتمسكهم بيها، كمان بيجسد الانتماء لبلدهم بالرغم من العدوان الغاشم من دولة الاحتلال. بنتكلم ان احنا طبعا طول الوقت بنتابع الاخبار اللي بتحصل، خاصة مؤخرا من يوم 7 اكتوبر ومن قبلها الحقيقة، لكن فكرة وجود عمل درامي بيخليك تقرب للقصة فعلا، تعيش جواها حقيقي، تفهمها بكل ابعادها وتفاصيلها غير الاخبار اللي بنعدي عليها والقصص حتى اللي بنعدي عليها اللي بكل تأكيد بتؤثر فينا. لكن وجود هذه الاعمال الدرامية بتخلينا نتعمق بشكل أكبر. عشان كده وجود هذا العمل الحقيقة هو عمل مهم جدا وخطوة مهمة جدا. خلينا نتابع مع حضراتكم هذا التقرير عن مسلسل مليحة ونرجع على طول. العدوان الإسرائيلي الأخير على قطاع غزة كان المحرك والحافز اللي دفع الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية لإنتاج عمل درامي ملحمي بيسلط الضوء على الجرائم البربرية اللي بيقوم بيها الاحتلال ضد الشعب الفلسطيني. علشان كده في شهر رمضان هنشوف مسلسل مليحة، وجبة درامية مكثفة من 15 حلقة بيناقش رسالة تمسك إخواتنا في فلسطين بأرضهم، رسالة في صيغة درامية قوية بتوصل لنا إن عقيدة الأسرة الفلسطينية هي الانتماء أولاً وأخيراً لبلدهم مهما حصل فيها من تحديات وجرائم من احتلال إسرائيلي نيته تصفية القضية الفلسطينية بطرق إرهابية مفزعة. مسلسل مليحة هيجسد قصة حياة بنت فلسطينية كانت عايشة في ليبيا بعد ما سابت فلسطين مع جدودها على خلفية أحداث انتفاضة 2000 وتدمير الاحتلال لمنزلهم. المسلسل بطولة الفنان دياب، وشخصية مليحة هتجسدها الفنانة الفلسطينية سيرين خاس، واللي محدش كتير يعرفه إن سيرين أصلاً مولودة في غزة، وده هيدي للدور ثقل كبير لأن الشخصية نفسها خارجة من واقع الأحداث المؤلم في قطاع غزة. كمان المسلسل بيضم كوكبة كبيرة من النجوم، أبرزهم الفنانة ميرفت أمين وأشرف زكي وعلي الطيب وأمير المصري، من إخراج عمرو عرفة وتأليف رشا الجزار. مليحة عمل درامي مميز مليان إثارة وتشويق، عمل درامي هينقل للعالم كله حب وتضحية وانتماء كل مواطن فلسطيني بأرضه ووطنه.